السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربية للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد المنزل رائع، منزل باقي جديد كيتباع في حي ولاد الحسن في المدينة ديال الناظور. هذا المنزل هذا باقي جديد كما قلنا، فيه في الأرض المساحة ديالو 130 متر مربع، جوج ديال الواجهات، دو فاصاد، ملكية. البني ديالو باقي جديد، لتحت فيه صالون، هذا هو كما كتشوفوا صالون كبير، فيه بيت، كوزينه جايه في الكراج، والحمام كاين تحت الدروج، كاين فيه واحد الباتيو صغير. فوالا هذا هو البيت الاول كما كتشوفوا اللي كاين لتحت، كاين عنده شراجم على جوج ديال الواجهات، صباغه ديال الياقوت، واحد الفينيسيون ممتازه، شراجم الومنيوم. هنا الصالون اللي كاين لتحت، صالون كبير حتى هو الشرجم على لافاساد. لافونتاج اللي كنقولوا دائما عند الديور اللي كيكون عندهم دو فاساد، الشرجم كلشي كيكون على برا. راه فيها صالون كبير ما شاء الله الفوق، حيت الفوق راه كتزاد المساحه ديال ديك البالكونات اللي كيخرجوا، يعني الفوق غادي تشوف واحد الصالون روعه الصراحه، واحد الصالون كبير. هنايا الكوزينه، وهذا هي الباب ديال الكراج، صراحه مخدومه بواحد الاتقان كبير. هذه راه غير الباب ديال الكراج ما شاء الله، بحال الباب ديال الدخله. الكوزينه راه كتباع هكا ما كتركبش، يعني الدار كما كتشوفوها هكا كتباع. الثمن اللي غنعطيو كما كتشوفوا الدار هكا، كاين لانستالاسيون ديال الكوزينه دايز فيها كلشي، لانستالاسيون ديال اي حاجه عندها، شرجم على الباتيو والباب، وجايه في الكراج. كوزينه كبيره، وغادي نطلعوا ان شاء الله باش نشوفوا الفوق. هنا غادي ندوزوا نشوفوا الحمام اللي كاين تحت الدروج، حتى هو عنده واحد المساحه محترمه. الدار دو فاصاد كما قلنا، 130 متر مربع لتحت في الارض، ملكيه. كنعطيكم معلومات كاملين. الدروج كما كتشوفوا طالعين بالرخام، باسمانو ديال الاينوكس، الزليج ولا الشراجم ولا اي حاجه بروميير شوا باش مخدومه الدار هذه. الديكوراسيون في السقف بالقبص، الفوق فيها واحد الصالون كبير اللي يقدر يتفرش على ثلاثه، يقدر يدار فيه صالون عصري وصالون بلدي، ويدار فيه واحد الكليسه بلي فوتي بحال السيجور. هانتوما كتشوفوا هذا هو الصالون، صالون كبير ما شاء الله. عاد باقي كاين فيه ثلاثه ديال البيوت هنا الفوق، وجوج ديال الحمامات، يعني التوتال اللي كاين في الدار هذه كاين فيها اربعه ديال البيوت، جوج ديال الصالونات، واحد لتحت، وهذا اللي الفوق كبير فيه قياس ثلاثه ديال الصالونات، لانه غيتفرش ما يقدرش يتفرش كامل، كل جهه غتفرش بوحدها. واحد البيت كيدي الحمام، وكاين حمام اللي كاين في الوسط، والحمام اللي لتحت، يعني ثلاثه ديال الحمامات، اربعه ديال البيوت، جوج ديال الصالونات، الكراج، الكوزينه، كاين فيها الباتيو والدو فاصاد. نمشي لنا ثلاثه نهار تمنزا في ولاد الحسن، ذي الجديد عاد دايس 130 متر ذي هماث، غاس اثنين لي فاصاد، اثنين فاتشاضات، ذي صعب عن بيوت، اثنين صالون، وانت تضم قراني توارم ذا ذي بروميان، كوزينة، ثلاثة الحمامات، ذي الكراج، كوزينة طرحها مني ثخوة، ما مش نزر ذي فيديو، تدافقة ملكية، ربني نس ذي الجديد، يالله ما مش تسال ذي ربني فينيسيون، دايس 130 متر ذي هماث، غاس اثنين لي فاصاد، ما مش توارم. يجن فينيسيون تصبح حتى سيوداني تفكا انا صغن شان تداد جديد ذي حي ولاد الحسن، تيري ثوثسي النظا، ثوثسي كوشي، وثسي ديني لا المدارس لا ثي حونا مارا من تحت هجد، اقد ديني تاكو ديني بتي تاكسي كوشي تاكو ديني. وفينيسيون نس جديد، و ذي جنبي تيتاوير حمام غدا خر بالنسبة يوداني غير جاشان العقار نيه نيزنوزا ندي النظا، ني غدي النواحي تندين النظا، كي نغتصل ندي النومرو النغ نيغي وداني خصنا ديك نشان التقييم شحال زي بويدا زنزن شان العقار قد غاسنا، كي نتصل 06-44-071-00 زي نهان 2 ار نهان زي 9 الصباح ار 25. نتمنى نكون ان شاء الله عطيناكم المعلومات كاملين ديال هاد الدار هادي، دو فاصاد 130 متر كاري في الارض، فينيسيون جديده، البني باقي جديد، الثمن ديال البيع بطبيعه الحال الثمن ديالها هو 137 مليون سنتيم، ثمن ربيع انت 137 مليون سنتيم ذي حي ولاد الحسن. الناس اللي عندهم الغرض يتصلوا بنا ان شاء الله باش نحددوا شي موعد ويديروا الزياره،
المعلومات راهم كاينين كاملين في الفيديو ان شاء الله بحول الله. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم دائما الفيديوهات ديالنا سواء كنتو داخل ولا خارج الارض الوطن، الشكر موصول لكم فين ما كنتو. ان شاء الله نتلقاكم فيديو جديد مع عرض جديد، ومن هنا حتى لتما كنقول لكم كما العاده نشوفكم على خير، والسلام عليكم.